اهلا بيكم في فيديو جديد من جو برو بالعربي. في الفيديو ده هنعمل مقارنه بسيطه بين اعدادات السلو موشن او التصوير البطيء في كاميرات الجو برو هيرو 8 بلاك واللي بتتيح ليك تصوير الحاجات بالتصوير البطيء لحد 240 فريمز بير سكند. خليكم معانا. زي ما شفتوا في الفيديو، احسن اعدادات للسلو موشن او التصوير البطيء في الجو برو هيرو 8 بلاك هي HD 1080 240 فريمز بير سكند. انت كل ما بتزود الفريمز بير سكند كل ما التصوير البطيء بتاعك بيبقى سموث اكتر وناعم وما بيبقاش فيه تقطيع او اي نوع من انواع البطء في الفيديو لما بتبطئه 8 مرات او 4 مرات او 20 مرة على حسب اللي انت عايزه. الاعدادات اللي تحت ال HD يعني الاقل كواليتي شويه بتكون ال 2.7K 120 فريمز بير سكند. دي بتخليك ما تقدرش تبطئ الفيديو اللي انت مصوره قوي، بس الكواليتي بتاعه الفيديو نفسها بتعلى شويه. بعد كده في ال 4K، بس ال 4K ما انصحش بيه السلو موشن خالص، لان انت اكتر حاجه بتقدر تستخدمها في ال 4K هي 60 فريمز بير سكند، وده مش كويس جدا للسلو موشن او التصوير البطيء خالص. فلو عايز تصور تصوير بطيء او سلو موشن حلو جدا انصحك بال HD 1080 240 فريمز بير سكند. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عايزين تشتروا كاميرات الجو برو او الاكسسوارات بتاعتها شوفوا البيج بتاعتنا على انستغرام جو برو بالعربي او الويب سايت الجديد بتاعنا goprobalarabi.com اللي عليه كل المنتجات بتاعتنا واحدث الاكسسوارات واحدث المنتجات من جو برو، وكمان عليه تيبس اند تريكس عن كاميرات الجو برو واستخداماتها الكتيره. تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة بتاعتنا على يوتيوب عشان يوصلكوا كل الجديد من الفيديوهات بتاعتنا اللي بنعملها عن كاميرات الجو برو واستخداماتها.